السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة رقم 11 من جوه الصيدلية. النهاردة هنعيد تعريب فيديو قديم اتكلمنا فيه عن الساكسندا والفيكتوزا، بس النهاردة هكلمكم عن تجربتي الشخصية مع الساكسندا. زي قدرت أخس 5 كيلو تقريبا في شهر، فأنا النهاردة جاي شير الاكسبيرينس. بس قبل تشير الاكسبيرينس خليني أقول لكم إيه هي الساكسندا. الساكسندا هي الليراجلوتايد، الليراجلوتايد أو اللي بنسميه GLP-1. GLP-1 ده بيفرز من الامعاء الدقيقه اول ما بيدخل اكل في جسمك وبيقعد اكل في المعده شويه، فهو بيفرز من الامعاء الدقيقه عشان ايه؟ عشان يروح للبنكرياس والمخ والجلد عشان يبدا يشتغل على كل الحاجات دي. طب بيشتغل ازاي؟ اول حاجه هو بيشتغل بثري ميكانيزم او بثلاث طرق. الثلاث طرق هيخلوك تخس. طيب الطريقه الاولانيه ان هو بيروح للبنكرياس وبيقول للبنكرياس طلع لي انسولين زياده، وزي ما احنا عارفين الانسولين وظيفته ان هو يحرق الجلوكوز اللي موجود في الدم. دي اول نقطه. تاني نقطه، لما بيفرز انسولين فبيحصل للمخ اشاره ان انا عندي سكر زياده او انا عندي، فبطل اكل، فده بيأثر بشكل غير مباشر على ان الابيتايت بتاعتك تقل. طيب لو انا عندي سكر في الدم قليل وانا في نفس الوقت بستهلك، انا عايز احرق سكر، انا حرقت اوريدي السكر اللي موجود عندي في الدم، بس انا عايز سكر عشان ابدا احرق للديلي اكتيفيتيز بتاعتي. فالجسم يبدا يجيب منين؟ الجسم يبدا يروح للليفر، يبدا يجيب جلايكوجين من الليفر، بس انا محتاج كميه اكبر، لان الجي ال بي بيوقف العمليه دي، فبيبدا الجسم يروح للليبيدز اللي موجوده ويبدا يعمل لايبوليسيس. واحنا ما بنوصلش للحاله، الجسم ما بيقدرش يوصل لحاله ان هو يحرق ليبيد او يعمل لايبوليسيس الا لما يوصل لحاله اسمها الاسترفيشن. طيب انا فالساكسين ده بيخليني اوصل للمرحله دي بسرعه. ليه؟ لان هو بيزود الانسولين سكريشن. كشخص عادي انا ما عنديش مشكله في موضوع الانسولين، فبيزود الانسولين سكريشن، بيحرق كل الجلوكوز اللي موجود. طيب انا عايز طاقه كمان، لو انت بذلت المجهود العادي او زودت عليه شويه، زودت شويه مجهود، بيبدا الجسم يروح دايركت فين؟ للسورس اللي موجود عندك اللي بيديك طاقه هايله جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو الدهون في الجسم. فبالتالي بالمختصر المفيد، انا كشخصيا لما استخدمت ساكسندا ايه اللي حصل معايا؟ بدات احس ان هو لما باكل وجبه الفطار مثلا، اولا بقيت افطر كميات قليله جدا، تمام، بقى بعد ما افطر مثلا بقيت بقعد فتره طويله جدا الاكل موجود في معدتي، بحس ان انا مش جعان، انا مش قادر اكل. وده الحاجه الثالثه اللي بيعملها الليراجلوتايد او الساكسندا، ان هو بيقلل خروج او بيقلل خروج الاكل من المعده، فبيبدا الاكل يقعد في معدتك فتره طويله. ده بيحافظ على نسبه السكر في الدم وفي نفس الوقت ما بيخليكش جوع. يعني انا اكل موجود في معدتي ومعدتي انا حاسس طول الوقت ان انا مش قادر اكل، ويوم ما تجوع، يوم ما تجوع لما تيجي تاكل شويه اكل صغيرين بتبدا خلاص، انا يعني انت اصلا قابليتك للاكل بنفسك، يعني نفسك بتتسد بشكل كبير، اللي هو انت بتبقى انا ببقى حابب اكل، انا عايز الاكل حلو جدا وعايز اكله بس مش قادر. اوقات كتير جدا لما كنت بغصب نفسي على الاكل كنت برجع، اللي هو لدرجه ان انا خلاص مش قادر اكل، تمام. فبالتالي لو انت عايز توصل لمرحله كبيره جدا او توصل انك تخس بشكل حلو جدا مع استخدام الساكسندا، فانا اللي انا بنصحكم بيه ان الناس تستخدم، ان الناس تبطل تاكل حلويات تمام، تبعد عن الحلويات كشكل اساسي، وانها تزود الاكسرسايز. الاكسرسايز ده ممكن يبقى 10 دقائق مشي، ممكن يبقى ربع ساعه. كل ما تبذل مجهود اكتر، كل ما توصل الجسم لمرحله المجاعه او الاسترفيشن، فيبدا الجسم يحرق اكتر ايه؟ دهون من عندك. طيب الجرعه بتاعته ايه؟ الجرعه بتاعته بتبدا من 0.6 لحد ما بتوصل 3 ام جي. وانا وات اي ريكومند، ابدا ب 0.6، ما تبداش ب 0.8 لو انت هتاخده عشان تخس وانت مكان ما كنتش تخين قوي، تمام. ابدا ب 0.6، ابدا امشي على 0.6 اسبوعين، وبعد كده 0.8 ابدا امشي عليها انذر اسبوعين، وما تزودش عن يعني ما توصلش 1.2 او 1.8 الا لو انت فعلا عندك البادي ماس اندكس اكتر من 30. لو انت هتمشي بيه صح، يعني زي ما نوفو نورديسك او زي الشركه بتقول، بتمشي 0.8 كل اسبوع، بتبدا تزود لحد ما بتوصل للماكسيمم دوز منها اللي هي ال 1. اللي هي 3 ام جي. ليه بقول للناس ما توصلش او ما تعليش الدوز؟ لان هو الاعراض المصاحبه للموضوع ان انا كان طول الوقت عندي اكتئاب، خصوصا في الفتره الاولانيه، طول الوقت كنت بتنرفز بسرعه، حاسس ان انا ماليش نفس اعمل اي حاجه،
وده بيخليك لانك ما بتاكلش ما بتعمل طول الوقت حاسس ان انت مهبط، وده كان بيحصل في الفتره الاولانيه، بس بعد فتره you get used to it، تتعود عليه. ف ناس معينين اللي هم مش لازم ياخدوا سكسندا خالص، الناس اللي عندهم اللي سهل ان هم يخشوا في مرحله اكتئاب مش لازم تاخد سكسندا، الناس اللي عندهم ممكن يبقى عندهم مشاكل في البنكرياس ما تاخدش سكسندا، الناس اللي عندهم history of thyroid cancer او الناس اللي عندهم احتماليه ان يحصل عندهم thyroid cancer ممنوع منع باتا انك تستخدم السكسندا. تمام، سؤال هساله لكل الناس، ايه الفرق ما بين سكسندا والفيكتوزا؟ اتمنى انكم تجاوبوني على السؤال في الكومنتس. طبعا لو عايز تخس دوس لايك، لو عايز تخس اكتر يبقى تعمل شير. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.